لقيت تذكرته. موز. والله موز. القوم يا موز. والله من ست شهور، من ست شهور ما شفتش. انا اول ما شفته استغربت، خفت، قلت شو هذا، منتج غريب يعني، فكرته شيء صناعي. قالوا لا هذا موز. ما اقول فاصوليا طويله موز، بس برضو يعني مش متاكد انه موز. ولا موز داخل غزه والله. ايش هو موز؟ كيف جاي هذا يا اخو؟ مش عارف. طب مش عارفين. يا اما انا تايه في الريحه، حتى الحواس ضربتها لنا، الحواس عندنا طلعت. يا الله. ما لقيت تذكرته. موز. والله موز. موز. لا موز موز. بكم بعد ما بتبيعه؟ 28. 28 على 4 19 دولار. 9 دولار الكيلو.